آراء كثيرة أيدت رأي حضرتك، وآراء أيضا كثيرة انتقدت برضو الرأي ده، وقالوا إن هو برلمان من السهل تقريبا مش السيطرة عليه، هو من نفسه يخشى أن يتم حله فبيسير كما هو مطلوب أن يسير بدون أن يتم حله، أو الخوف دايما من حل البرلمان هو من يؤدي بأعضائه إلى نطلع وننزل ونسكت وخلاص. والله أنا يمكن ليا رد لهذا الموضوع، أن هذا البرلمان سيد قراره، وكان لو كان زي ما هذا الرأي بيقول كده كان قانون الخدمة المدنية كان مثلا كان تم تمريره. تم تمريره، ولكن إحنا للأسف الشديد حتى الآن مجبرين على أن إحنا نمرر بعض القوانين، مع حوالي 400 قانون، أن إحنا بنجدد اللائحة وبنعيد لائحة من جديد. ان احنا كنا طبعا بنناقش برنامج الحكومه، فالتوقيت اللي فات كله احنا البرلمان لسه ما اشتغلش، يعني اداء البرلمان لم يحسب عليه، وبالتالي الفتره السابقه دي كلها كانت فتره نقدر نقول عليها كانت فتره مش محسوبه من عمر البرلمان كاداء. لكن انا بقول يعني اقرار اللائحه الداخليه ومن ثم انتخابات اللجان، وده هيؤدي بعد كده ل بداية أن يقوم البرلمان بممارسة دوره فعليا. بالضبط، بداية الانتهاء من تشكيل اللجان نقدر نقول إن احنا البرلمان هيبتدي يشتغل، لأن البرلمان بيدار من خلال اللجان.